المشاهدين الحلوين اللي بيشوفونا دلوقتي على قناة صدى البلد وحلقة جديدة وعيش صح. النهاردة يوم جديد ويوم مختلف، ويا رب يكون يوم سعيد ومليان بالتفاؤل علينا وعليكم يا رب. زي ما تعودتوا كل يوم معانا بيكون في فقرات جديدة ومختلفة ومتنوعة بنتمنى انها تعجبكم. النهاردة هنتكلم معاكو عن الجواز المبكر. الجواز المبكر للبنات ظاهرة بتنتشر في القرى وفي الأحياء الشعبية، لكن في الفترة الأخيرة بدأت تظهر في مختلف الأوساط والفئات حتى في فئة المثقفين. يا ترى ايه أسباب الجواز المبكر؟ ايه المشاكل اللي ممكن تترتب عليه؟ عيش صح النهاردة هيقدم لكم فقرة كاملة عن الجواز المبكر، وهنلتقي فيها بمجموعة من الطالبات اللي عملوا دراسة واقعية عن الجواز المبكر وهيكلمونا أكتر عن تجربتهم وعن نتائجها. طبعا بما اننا النهارده بنتكلم عن الزواج المبكر هنقول لكم سؤال الحلقه كمان هيكون ريليتد قوي بالموضوع. عايزين نعرف رايكم في الجواز المبكر للبنات، وايه سن الجواز للبنات من وجهه نظركم السن المناسب. خليني اقول لكم وجهه نظري. انا بشوف ان اي بنت بتتجوز في سن صغير بتكون ارتكبت خطا كبير جدا في حقها وكمان في حق المجتمع كله، لانها مش بتكون ناضجه كفايه ولا بيكون عندها خبره كفايه ان هي تختار شريك حياتها اللي هتكمل معاه الحياه، بالتالي مش هتقدر تفتح بيت وتعيش حياه مستقره. طبعا زمان كان معظم الامهات او كلهم كانوا بيتجوزوا في سن صغير جدا، يعني تقريبا 15 16 17 كانت الام اللي تقعد لغايه 20 سنه يتقال عليها او تاخد لقب عانس. طبعا نظرا للاختلاف الشديد في التفكير وفي الطريقه وفي الاسلوب، النهارده الستات كلهم او معظمهم بلاش نعمم عايزين يشتغلوا وعايزين يحققوا نفسهم وكيانهم، يبقى ليهم الكارير بتاعهم. زمان كانت الام مجرد ان هي عايزه ترضي جوزها وتربي ولادها وبس، فطبعا اختلاف الوقت واختلاف الزمن عليه عامل كبير. طبعا احنا مستنيين مشاركتكم في سؤال حلقتنا، ايه رايكم في الجواز المبكر وايه السن المناسب اللي المفروض البنت تتجوز فيه من وجهه نظركم؟ تقدروا تشاركونا من خلال ارقامنا 9 11 77 الاس ام اس، ومن اي تليفون ارضي على 0 9000 624، ومن اي موبايل على 26 70. خلينا معانا مداخله، معانا تليفون. الو، معانا دكتوره اسماء فريد عباسي استاذ النساء والتوليد في كليه طب القصر العيني. دكتور مساء الخير. اهلا يا فندم، مساء النور. ازي حضرتك؟ انا كنت عايزاكم تبقوا معايا، كان عندي حاله النهارده في المستشفى. ايوه. يعني تمثل الضحيه اللي انت بتتكلمي عنها. ايوه. هي اتجوزت وهي عندها 13 سنه في بلدها في اسنا. طبعا تم الجواز بالطريقه عن طريق الدايه. الدايه دي علشان تعمل فض لغشاء البكاره استخدمت اله حاده عملت لها فتحت لها المهبل على مجرى البول. شوفي انت بقى الماساه طبعاً اللي حصلت للبنت دي. طب حضرتك اتعاملتي معاها ازاي؟ يعني احنا طبعا كنا هنتكلم عن احنا عملنا لها جراحه، بس جراحه وجراحه صعبه، ودي هتؤدي لانها بعد كده لما تيجي تولد لازم تولد قيصريه لان الجراحه دي مش سهل انها تتعمل. بس شوفي انت واحده يعني بتبص الحدث حلو وتفرح بيه طول عمرها انها تتجوز يتحول الى ماساه تفضل ماشيه بيها. يعني على فكره هي جايه لي بعد ما عملت عمليتين في اسنا وفشلوا وعندها سلف للبول مستمر على طول. طبعا انت عارفه بقى هتبقى نفسيتها عامله ازاي وريحتها عامله ازاي. ما انا لسه يا دكتور عايزه اتكلم مع حضرتك بالتفصيل اكتر عن يعني خلينا نتكلم عن الجانب النفسي ونسيب دلوقتي الجانب او الخواطر الصحيه اللي حصلت لها. خلينا نتكلم عن الجانب النفسي، هي جال حضرتك عامله ازاي؟ لا طبعا واحده يعني ماساه 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 يعني. وبعدين طبعا انت برضه في بلد نائيه في اسنا على قد يعني معلوماتهم عملوا لها التصليح الاولاني باظ، عملوا واحد تاني باظ، فلجأت بقى لمصر بقى علشان ايه ام الدنيا يشوفوا لها حل بقى للقصه دي. طيب فليه يعني حاجه حلوه ومفروض انها يعني اهم حدث في حياتها تحوله الى ماساه في حياتها ونجني على صحتها وفرصتها الانجابيه ومشاكل كثيره جدا. ليه يعني احنا مفروض ندي البنت فرصتها انها تتعلم وتنضج
وتعرف تبقى مسؤولة عن نفسها وعن ولادها زي ما انت كنت لسه بتقولي وانا سامعاكي. ايوه، طب حضرتك اتعاملتي ازاي مع اهلها اللي وافقوا ان هي تتجوز في سن زي ده وان هي تعمل عمليتين وتعرض صحتها للخطر؟ يعني كان على رؤوسهم الطير، يعني متضايقين جدا طبعا وحزانين جدا، ولقيت البلد كلها جايه، يعني عارفه ايه، حاسين باحساس الذنب ان هم البنت دي قد كده اذوها، وبعدين انهم فشلوا برضه في تصليح الخطا. يعني هم ادوها مره فرصه عمليه وفرصه ثانيه عمليه ثانيه، وبعدين في الاخر راحوا جايبينها لمصر. طبعا يعني خلي بالك العيله دي كلها نازله مصر وقاعده وبتصرف على اساس ان هي حاسه بالذنب ناحيه الطفله الصغيره اللي حصل معاها كده. طب يا دكتور حضرتك شايفه ازاي نقدر نحد من المشكله دي؟ ازاي نقدر نعمل وعي للناس؟ والله احنا كنا زمان الكلام ده من انا يعني كبيره من 40 سنه و50 سنه بنقول ان احنا بنعمل تثقيف صحي مع الشيوخ في المساجد، توعيه مع الاساقف في الكنائس، يعني التوعيه الدينيه نقول لهم ان هي لازم ندي فرصه لبناتنا ان هم يتعلموا وينضجوا ويبقى عندهم فرصه ان هم يبداوا حياه جديده، ما يبقوش بناخد اطفال وبعدين هيربوا اطفال وتكون النتيجه اللي انت شايفاها في ان احنا الاطفال عندنا يعني لا يعتنى بيهم على الاطلاق. طيب انا نفسي يعني التوجيه اكتر حاجه، طبعا انت اللي عن طريق التلفزيون والاذاعه ما انت بتعملي دور، والواجب الديني سواء مسلم او مسيحي بيعمل دور، وفي المدارس بتعمل دور، بس هقول لك المدارس عبال لما هي في المدرسه هيقولوا لها، مش هيقولوها لها في المدرسه. لكن احنا بنقول للاب والام حرام عليكم، ليه تعملوا في اولادكم كده؟ من التوعيه طبعا يا دكتور. طيب خلينا نتكلم اكتر عن دور وزاره الصحه في الموضوع ده. هي وزاره الصحه يعني اولا المفروض ان في تحديد لسن الزواج، انت عارفه هو بيتمش الموافقه على الجواز الا بتحديد سن الزواج. طبعا اللي بيحصل ان هم بيروحوا يسننوهم ويجيبوا شهاده مزيفه بتسنين مزيف علشان يتجوزوا. هذا اذا بقى الوزاره الصحه تعمل ايه؟ يعني انت بتسنني قوانين وقوانين الناس بتتحايل انها ما تخضعش لهذه القوانين، يعني دي المفروض احنا كل واحد فينا يبقى عنده، يبقى هو نفسه بيدار على روحه. طب ازاي دكتور تولد بدايه؟ يعني هل في حد دلوقتي ممكن يولد بدايه؟ لا، دي هي مش بتولد، هي بتعمل لسه فض الغشاء، هي لسه عروسه. هي البدايه وهي بتفض الغشاء بتبقى معاها آلة حادة زي حرف موس ولا حاجة علشان تفتح بيه الغشاء. طب ازاي يا دكتور نمنع الفكرة دي، نمنع فكرة ان وجود دايات اصلا؟ يعني ازاي نحارب المشكلة دي؟ لا، ما هو ده عدم التعلم والجهل، وانت برضه عن طريق اللي بتطلع التلفزيون دلوقتي وبنتها هتفكر انها تفض لها الغشاء عن طريق الداية مش عن الطريق الطبيعي مع جوزها، ما هي كل دول قاعدين مستنيين. لو انت فاكرة كان زمان تبقى قاعدة الداية بتروح مديهم المنديل عشان توريهم شرف البنت وهي بهدلتها بشرف البنت دي. ايوه طبعا. احنا محتاجين للتوعية بكثرة، ومحتاجين ان احنا يعني نقول لكل الناس عن طريق الاعلام، عن طريق التلفزيون، عن طريق الاذاعه، عن طريق كل الوسائل الممكنه، عن طريق اللي هم علماء الدين، يعني ارجوكوا يعني اشفقوا ببناتكم. طيب دكتور كمان كل ما بننزل بسن الجواز كل ما نتعرض لمشاكل صحيه كتير. طيب يا دكتور عايزين نتكلم اكتر عن مخاطر الانجاب في السن المبكر بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل. السن المبكر ده بتبقى نفس العضلات وعظم الحوض وكل الكلام ده كله مش مؤهل للقيام دي بالعملية دي. طبعا لازم الست تاخد فرصتها، وبعدين حتى كمان الصحة بتاعتها، يعني هي مش واخدة حقها في الغذاء الكافي والأدوية الكافية والرعاية الصحية عشان نكتشف الأمراض المبكرة والحاجات دي كلها، دي مش هتتم مع الطفلة دي. أيوه يا دكتور. يعني أنتِ أولاً اتجوزتيها بسرعة وبعدين حملت بسرعة كمان، والإنجاب بقى هيتم كمان بواسطة أي بقى حد في القرية مش مؤهل لهذا، ونتعرض بقى لكل المشاكل الصحية من النزيف ومن التلوث. يعني احنا يعني ما صدقنا ان احنا في الاربعين سنة اللي فاتت دول قللنا نسبة مخاطر الوفيات اثناء الولادة، لان دي كانت عندنا مشكلة، كانت عار بالنسبة لنا ان احنا الست تبقى جاية تولد وهي في صحتها الكاملة وانها يجي لها انها تتوفى من الولادة.
بسبب ايه بقى؟ بسبب ان ما تمش متابعه حمل صح، ما تمش انها اخذت الادويه صح، انها ما تمش انها ولدت بوسط ناس مؤهلين للقيام بعمليه الولاده. طيب دكتور، عايزين في اخر مكالمتنا نصايح للاهالي اللي مش بتهتم بالموضوع ده، او اللي بتضطر بناتهم وهم صغيرين ان هم يتجوزوا. لا يعني دي احنا نرجوهم، يعني كل واحد ما عندوش اغلى من ولاده. اكيد بس الوعي يا دكتور، الوعي والفهم والثقافة. واكثر حاجة بيتمناها ان هم يلاقي ولاده كويسين. هم يا عيني بيبقوا برضو حاسين ان هو ايه، بيسطر البنت بسرعة، وان هي عدلها يجي وقدام واحد كويس ومش عارف ايه. لا يعني تسطير البنت اولا بتعلمها. أيوة. وبانها مخها يبقى ناضج، وان احنا يبقى عندها حرفه ممكن تعتمد عليها بعد كده. ما انت بتشوف العيال دول اتجوزوا بعد شويه طلقوا، ونبقى عندنا مشاكل من كل ناحيه. مظبوط يا دكتور. دكتوره اسماء فريد عباسي، استاذ النساء والتوليد في كليه طب القصر العيني، بنشكرك جدا. طبعا يا جماعه، ماساه الجواز المبكر، الاهالي فعلا ما عندهاش وعي، يمكن جهل، يمكن عادات وتقاليد خاطئه وقديمه. لازم يكون عندنا ثقافة، عشان احنا كده بنقضي على بناتنا واحنا مش دريانين. طيب احنا معانا مروة. مروة مساء الخير. مساء النور. عايزاك. الحمد لله تمام. مروة انت متابعينا من اول الحلقة؟ تقريبا يعني. طيب قولي لي بقى رأيك في الزواج المبكر، او يعني ايه السن المناسب اللي البنت المفروض تتجوز فيه؟ بصي، هو انا مش شايفة يعني ان يكون سن معين، يعني مثلا 20 30 40. لا انا مش شايفه ان السن هو دليل حب، اكتر من ان النضوج، شخصيه تكون ناضجه عندها عقل كويس، تقدر تتحمل مسؤوليه، تقدر تعيش، تقدر تكمل الحياه بكل اشكالها وتقودها. تمام، بس ما هو الكلام ده اكيد بيتطلب سن معين، يعني عشان يبقى عندها خبره. هو يعني خلينا متفقين ان هو اب 20، يعني اكيد اعلى من 20 سنه، لكن اقل، اعتقد ان اقل ده ما بيبقاش في نضوج كامل للبنت، او بيبقى لسه صغيره يعني. تمام، يعني انت شايفه ان هي مثلا تبدا من بعد ال 20، من 22 23 السن يكون مناسب. يعني بس انا برضو مش عايزه اربط الموضوع او احكمه بسن، عشان برضو هي ممكن يكون عندها ال 22 و23، بس برضو ما عندهاش النضوج الكامل. طب يعني لسه ما عندهاش الاكسبيرينس اللي في الحياه تخليها تقدر تتحمل مسؤوليه او تعيش او تتجوز يعني. طب قولي لي، هل عندك حد واجه المشكله دي، او عندك حاله واجهت المشكله دي؟ بصي، ممكن ما يكونش عندي حاله معينه، بس انا بشوف ده. يعني انا بشوف ده مثلا مع اصحابي، في ناس من اصحابي اتجوزت وهي في الجامعه. هي كانت فرحانه بفكره الجواز، وانها هتتجوز وتبقى عروسه بالظبط كده. بس يعني هي من اشد الناس ندما. هي طبعا مش عايزه حياتها تنتهي علشان خاطري عندها اولاد دلوقتي، بس هي من اشد الناس ندما، بتقول ان هي ما فكرتش كويس، ما اخدتش وقتها، او حاسه الموضوع كان فيه تسرع. تمام، بنشكرك جدا على تليفونك، واحنا طبعا لسه مكملين حلقتنا. عايزه اقول لكم كمان باقي الفقرات اللي معانا النهارده، هنقدم نصايح ومعلومات ولقاءات كتيره جدا بتهم كل افراد الاسره، هنتكلم عن اهميه حمايه اطفالنا من الشمس، وهنقدم افكار لتزيين جدران البيت بالالوان المختلفه، هنقدم خبر من الصين عن اخطر مطعم في العالم، وهنعرض طريقه سهله لتنظيف الألوميتال، وكمان هيكون عندنا فقرة جامدة جدا عن الأكسسوارز المغربي، وهنلتقي فيها مع خبيرة الإكسسوارات المغربية هند خليفة. طيب يلا بينا نبدأ أول خبر معانا. هنقول لكم على مجموعة أفكار للاختيار دهانات حيطان البيت بشكل جذاب وحيوي. أولها اختيار اللون الأزرق بدرجاته لحيطان البيت، وده بيجذب العين زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشة. اللون السماوي الفاتح المايل شوية للأبيض هيكون اختيار رائع للون الحيطة، مع ان احنا نراعي اختيار الفرنتشر او الاساس المناسب لدرجات الازرق، وممكن كمان ندخل مع الازرق اللون الاصفر الفاتح او اللون الوردي مع الذهبي. بيفضل لو استعنا برسوم او بورق حيطة لو هنختار الالوان دي بالذات. الوردي بدرجاته بيدي بهجة على الديكور بشكل عام، وبيفضل ان احنا نختاره في اوض النوم وكمان اوض نوم الاطفال. واخر حاجة ممكن نستخدم الصور الفوتوغرافية اللي انتشرت في الفترة الاخيرة كموضة 2013 لديكورات الحيطان، بان احنا نحط صور على الجوانب بتاعة الحيطان،
ولو كانت الصوره ملونه بيفضل انها تكون موجوده على حيطه باللون الابيض عشان يتعمل كونتراست كده مع بعضه، وده بيتناسب مع جميع الالوان. طيب تاني حاجه معانا خاصه بالاطفال، ازاي نحمي اطفالنا من حراره الشمس؟ اول حاجه لازم نعرفها ان الاطفال اللي عمرهم اقل من 6 شهور مش لازم ان هم يتعرضوا ابدا للشمس، لان جلد الطفل بيكون رقيق جدا. لو طفلك عمره اكتر من 6 شهور لازم تستخدمي كريم حمايه من الشمس او سان بلوك للاطفال، وتغطي بيه اكبر مساحه ممكنه من جلد طفلك زي ما احنا شايفين دلوقتي في الصوره. يا ريت كمان لو نلبس الاطفال ملابس قطن خفيفه سوري ملونه تغطي الايد والرجل عشان بشرته ما تتعرضش لاي مخاطر. الخبر اللي معانا دلوقتي عن اخطر مطعم في الصين، وهو بانغ وينغ، يا رب اكون بنطق الاسم صح. سبب الخطوره ان المطعم ده اتبنى على اعلى حرف في مدينه تشانغ ريانغ، وده متعلق على طرف كتله صخريه خطيره ومن غير اعمده. ده طبعا اللي بيخلي التواجد في المطعم ده بيشكل خطوره كبيره جدا على كل الناس اللي رايحه تاكل هناك، لكن المناظر الخلابه اللي ممكن يشوفها اللي موجودين في المطعم بتجذب كتير منهم عشان يتسلقوا الجبل ويوصلوا للمطعم عشان ياكلوا اكل سخن وجميل احنا زي ما احنا شايفين في الصوره. وبالتالي ممكن نضحي ونروح المطعم ده بسبب الفيو الرائع اللي احنا شايفينه، والوان كمان حلوه قوي. طيب احنا دلوقتي معانا ريبورت، تعالوا نروح نشوف مع بعض الريبورت ده عن طريقه للرسم وعمل اشكال كتيره ومختلفه للضوافر. تعالوا نروح نشوفه ونرجع نكمل عيش صح، استنوني. رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا الريبورت الجامد جدا والرسم على الضوافر، يا رب يكون عجبكم. لسه مكملين معاكم اخبارنا. الخبر اللي معانا دلوقتي عن فنانه روسيه اسمها سيفيتلانا كولوسوفا، دي بتحب القصص الخياليه بالذات اللي بتتكلم عن حكايات عرايس البحر والجنيات. عشان تكون فنانه مميزه بدات ترسم لوحاتها الجميله بالكامل على كف الايد، بالذات اللوحات اللي بالزيت واللي من الصعب جدا رسمها على الجلد زي ما احنا شايفين. كف حلو قوي فعلا، عليه حكايات للجنيات والقصص الخيالية عموما. لا شكلها فعلا حلو قوي. طيب كمان في فصل الربيع رياح الخمسين يا جماعة بتتسبب في مشاكل كبيرة جدا مع تنظيف الشبابيك وخصوصا الألوميتال. عيش صح هتقدم لكم طريقة رائعة وسهلة لإزالة التراب من على أسطح الألوميتال، كمان هتديكوا بريق وشكل جميل. الطريقة دي عبارة عن ان احنا هنخلط كوباية خل مع نص لتر من المية ونرجعهم كويس ونرجهم كويس في بخاخة. بعد كده هنلبس جوانتي بلاستيك وهنبدأ في ان احنا نشيل التراب بزعافة في اتجاه خارج الشباك زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا على الشاشة. بعد كده هنرش الألوميتال بالبخاخة وهنمسحه بورق جرايد لغاية ما السطح يكون لامع، وفي النهاية هنستخدم قطعة قماش ناشفة عشان ننظف بيها أطراف الشباك.
يا رب تكونوا استفدتوا معانا بكل الافكار وبكل الاخبار اللي احنا قلناها لكم. احنا لسه طبعا مكملين معاكم سؤال حلقتنا، هل انتم مع ام ضد الزواج المبكر، وشايفين ان ايه السن المناسب للبنت عشان تتجوز وتكون اكتر نضوج واكتر خبره؟ عايز افكركم تاني بارقامنا 9 11 77 الاس ام اس، ومن اي تليفون ارضي على 09000624، ومن اي موبايل على 2670. بالفعل وصل لنا اس ام اس كتير. في ايمان حبيب بتقول هو الصح اساسا، ده راي ايمان. في كمان حاتم بيقول لا مش صح وغلط على البنات، والسن المناسب للجواز من 25 ل 30 سنه. في كمان ايمي بتقول لا مش صح طبعا، وبيكون الغلط من الاهل، والسن المناسب من 22 ل 25. في كمان احمد اسماعيل بيقول السن المناسب 25 سنه، الجواز المبكر اغلبه بيوصل لمشاكل واحيانا طبعا بيوصل لطلاق. في كمان نور بتقول افضل بشرط انه يكون عقل البنت ناضج وعندها القدره على تحمل المسؤوليه. ملحوظه، مبكر ليس معناه زواج بنت ما زالت طالبه ثانوي او طالبه في ثانوي مثلا. تمام يا نور. في كمان ام عمر بتقول زمان كان الجواز المبكر منتشر بسبب الظروف الاجتماعيه وعدم تعليم البنات، كانت البنت سن 13 سنه تقدر ان هي تتحمل المسؤوليه، لكن النهارده هنلاقي بنت في عمر 20 سنه بعقليه طفله. أنا ضد الجواز المبكر، وأهم شيء تكمل تعليمها، لأن الشهادة السلاح في إيد البنت لو جار عليها الزمان. دي برضو وجهة نظر. في كمان بسمة بتقول أفضل سن لجواز البنت هو ما بين 21 و 25، عشان تكون كملت دراستها واكتمل تفكيرها واكتسبت خبرات وتجارب من الحياة في ظل إطار ديني وأخلاقي. أنا شايفة أن في وجهات نظر كتيرة مختلفة، ولكن كله يعني بيقول ان سن من 21 ل 25 سن كويس. انا عايزة اقول لكم يا جماعة ان الموضوع مش موضوع سن على قد ما هو موضوع دماغ او موضوع مخ. بس عشان اصلا يبقى فيه دماغ ويبقى فيه مخ محتاجين يكون فيه خبرة وفيه نضوج. طيب تعالوا دلوقتي نروح لفاصل صغير ونرجع لكم مع فقرة الاكسسوارز ديزاينر هند، استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل. دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة هنشوف فيها مجموعة جميلة جدا من الأكسسوارز المغربية اللي بتتميز بأشكال غير تقليدية. الغريب ان مصممة الاكسسوار اللي معانا واللي هنستضيفها النهاردة هي في الاصل دبلوماسية، لكنها فضلت انها تسيب الشغل في السلك الدبلوماسي وتتجه للاكسسوارز، او انها تبقى اكسسوارز ديزاينر. النهاردة معانا الدبلوماسية السابقة ومصممة الاكسسوارز المغربية الاستاذة هند سكندي خليفة. هند منوراني. ميرسي يا مروه. احنا عمالين نقول الدبلوماسيه السابقه موضوع كبير قوي. عايزين نعرف بقى ازاي من السلك الدبلوماسي لاكسسوارز ديزاينر، الموضوع جه معاكي ازاي؟ هو جه بالصدفه حقيقه يعني، بس السلك الدبلوماسي كان حاجه يعني جد شويه، وكان برضو انترستنج، في واحد بيمثل بلده بيعرف حاجات كتير، بيتعلم حاجات كتير وكده. بس بعد كده موضوع الاكسسوارز ده يعني جه بالصدفه تماما، دخلت في الموضوع عجبني جدا، خدت كورسات وكده وجبت حاجات مغربي ودخلت عليها حاجات يعني احجار كريمه، حاجات من هنا، وبتهيألي ادت حاجه حلوه يعني في الاخر الحمد لله. طب قولي لي امتى قررتي ان انت هتبقي اكسسوارز ديزاينر؟ يعني ايه مثلا مسكتي حاجه في البيت فركبتيها على بعض فقلتي لا ده انا موهوبه فانا اتجه بقى للمجال ده، ولا الموضوع ولا حد شجعك؟ هو في الاول طبعا جربت حاجه مره بالصدفه، جربت حاجه عجبتني. تفتكري ايه اول بيس عملتيها؟ في البيت بقى مش هنا. حاجه فيري سيمبل عاديه، وبعدين جربت بحاجه مغربي دخلت عليها حاجه يعني من هنا مصري، فعجبتني الميكستشر دي وخلاص ودخلت في الموضوع
وكملتي وكملت. طب هند انت اصلا مغربيه فاكيد انت طبعا الاكسسوارز اللي احنا الجميله اللي احنا شايفينها دي شغل مغربي. عايزه اعرف ايه الفرق ما بين ستايل الاكسسوارز المغربي عن ستايل الاكسسوارز المصري، ايه الاختلاف؟ هو طبعا في حاجات مغربي تيبيكال مش موجوده غير في المغرب، زي الشريطه دي اللي هي السفيفه، اصلا اصلها جايه من اللبس المغربي. اسمها سفيفه. سفيفه 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 هي بتتركب في القفطان وفي الجلابه المغربي، يعني حاجه ليها علاقه باللبس. فدي انا خدتها ودخلت عليها احجار كريمه ودخلت عليها كده حاجات تانية وبقت حاجه مختلفه، يعني ولا هي مغربي ولا هي مصري، يعني حاجه كده في النص ميكس. بس يعني عملتي ميكس ما بين الستايلين بحيث ان لو موجوده في مصر الدنيا تبقى حلوه، يعني الناس تعرف تلبسها او تتعامل معاها. طب قولي لي ايه اكتر الماتيريالز اللي انت بتحبي تستخدميها؟ في حاجات كتير، في حاجات جولد بليتد تبقى حلوه زي الحاجات اللي هناك دي. طب احنا خلينا نشرح بقى الحاجات الحلوه اللي معانا دي بالوانها الجميله. ميرسي، بجد الوانها ملفته للنظر جدا. انت عامله اورنج وعامله جولد وعامله بيربل ويعني وبعدين حاجات مختلفه، يعني خلينا نبدا بدي كده اللي هي السودا، السودا اللي فيها جرين ويلو. دي بريسلت دي الحاجات اللي انت شايفاها دي ملونه، دي اصلا هي زراير. اوكي، يعني زراير في اللبس المغربي، فطبعا الوانها حلوه على الاسود وتحطي عليها تشارمز فبتدي حاجه يعني مختلفه في الاخر. اوكي طيب خلينا نتكلم عن الجولد اللي هناك دي. الجولد اللي هنا دي اسمها واحدة. ايه؟ سفيفه. سفيفه سفيفه جولد. دي بقى برضو ليها قصه. الجولد بالذات مختلفه عن الحاجات التانية زي الاسود والالوان التانية. ايه بقى دي الفرق؟ زمان كانت بتتعمل من خيوط الذهب، يعني وهم في مصنع الذهب بيصنعوا حاجات، في حاجات كده يعني بتنزل من الـ من الـ من المكان بتاع الذهب خيوط رفيعه، الخيوط دي بيصنعوا منها الحاجات دي. فطبعا حاليا ما بقتش ذهب يعني بيور، بس في منها بس بيبقى غالي جدا وقليل، وده هو ده الاختلاف ما بين الذهبي على الالوان الثانيه. ودي الورده الحمراء اللي في النص دي مورغان. ايوه، وفي كمان اللي بالاورنج والجرين السيلفر وعامله عليها اورنج وجرين. دي اللي جنب العلبه على طول. دي برضو بنستعملها في اللبس المغربي، بتستعمل في الهود الكور دي، فانا حطيت الوان كده لايقه على بعض على سلسله سيلفر، حاجه كده شبابي، دي خفيفه شويه يعني كاجوال اكتر. يعني في حاجات كاجوال وفي حاجات كلاسيك. ممكن نلبس مثلا لو عندنا اوكيجن او حاجه سواري، ممكن في حاجات ممكن نلبسها فيها. طيب خلينا نتكلم عن دول. دول بتهيالي فورمال اكتر او كلاسيكيين اكتر؟ لا، دول نوعين، يعني في حاجات اللي هي يعني ذهبي اكتر بتبقى مينلي الحاجات الكلاسيك شويه. الحاجات اللي هي زي الفضه زي اول واحده اللي هناك دي حاجات بربري بيعملوها البربر في المغرب، في منها سيلفر وفي منها يعني هي ميتال عادي بس لونه ما بيغيرش اكنه سيلفر بالظبط. وكمان احلى حاجه فيها القيمه بتاعتها انها هاند ميد، يعني يعني كل حاجه، يعني لو مثلا عارفه الكره اللي هناك يا مروه. اوكي، دي يعني كل لفه كل حاجه بتتعمل بالايد. طب انا عايزه اتكلم معاكي اكتر عن انت بتقولي اكسسوارز بربر. بربر ايه؟ بربر بقى يعني ايه الاختلاف او ايه الفرق؟ يعني الفرق انه الحاجات اللي جولد بليتد ذهب، ده حاجات يعني تيبيكال مغربي بس ذهب، يعني ذهب ممكن تبقى جولد بليتد ممكن تبقى ذهب يعني حقيقي. ودي من الحاجات العادية يعني كل الناس ممكن يلبسوها، ولكن الحاجات التانية بتبقى متخصصة عند البربر بس. يعني هم مينلي اللي في الجنوب. زي اللي احنا شايفينهم كده دلوقتي. اللي هي زي اول واحدة دي اللي نازل منها الجراي. دي من يعني من اكتر الحاجات اللي بتميز الشغل البربر، وهم معروفين البربر من زمان بموضوع الاكسسوارز، يعني عندهم
الموضوع ده مهم جدا. يعني لازم يبقى فيه لبس معين ويبقى فيه الاكسسوارز دي، والمعروف انهم بيلبسوا كل حاجه، معرفش دي عاده ولا، يعني بيلبسوا كل حاجه يعني مش مفرد. يعني لو بريسلت لازم اتنين، لا لازم اتنين. لو اي حاجه بروش لازم اتنين. واحده هنا واحده هنا. ايه الفكره بقى؟ اكيد انت تعرفي اكتر. يعني هم تقريبا يعني عادات وتقاليد مثلا، ممكن هي عادات وتقاليد طبعا، وفي نفس الوقت يعني هم يعني ليه مزوج مش 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 فردي. يعني زي البروش، الفكره ان البروش مش زينه. هم بيلبسوا يعني فوق اللبس بتاعهم بيلبسوا حاجه زي يعني قماش كده على ظهرهم، وبيثبتوه بحاجتين. اوكي. يعني بروش واحده هنا وواحده هنا اللي هي الفيبولا. وشبه بعض، هم زي بعض بالظبط، لازم يكونوا شبه بعض. ونفس الحجم وكل حاجه وبس. فمن هنا جه الموضوع انه بيلبسوا حاجتين يعني. فحتى في البريسلت نفس الحكايه، فدي حاجه عندهم معروفه يعني. طب خلينا نتكلم بقى عن الالوان. ايه اكتر الالوان اللي محببه في المغرب، او ان حسيتي ان في كومن حاجه مشتركه ما بين مصر والمغرب في الالوان؟ هو طبعا اليومين دول الوان يعني الجريئه شويه هي اللي بتبقى محبوبه اكتر. يعني زي التركواز، زي الفوشيا، زي الاصفر، الاخضر، الاورنج. الحاجات دي بتبقى يعني اليومين دول ان فاشن اكتر. دي حاجه كومن متهيألي في البلاد كلها ما بين مصر وما بين المغرب. طب قولي لي بقى، افكار بتجيلك منين؟ يعني انت دلوقتي مثلا عايزه تعملي اسمها سفيفه لازم احفظها. سفيفه. طيب السفيفه دي مثلا والحاجه اللي انت حطاها فيها دي تاخد منك وقت قد ايه عشان تعمليها؟ هو كل بيس على حسب الـ يعني شغلها، على حسب الماتيريال اللي فيها. في حاجات بتخلص بسرعه وفي حاجات بتاخد وقت. يعني فما فيش رينج معين. يعني هو كل حاجه ديبندنت. يعني في حاجه شغله يعني زي الجولد بليتد اللي هناك دي، الجولد بليتد وايت الابيض فيها. دي بتاخد وقت طويل. قد ايه تقريبا يعني الوقت الطويل بالنسبه لك في اي بيس، سواء نيكلس او بريسلت او اي حاجه، تقريبا بيبقى قد ايه؟ يعني ممكن ياخد لغايه يعني ساعه ونص او ساعتين. ده الوقت كتير بالنسبه لك؟ انت كويسه قوي. كتير. انا قلت يومين ثلاثه بس. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. يعني هو بالساعات. يعني في اليوم الواحد ممكن تخلصي كذا بيس. كذا بيس بس. هو طبعا على حسب يعني المود. ساعات أكيد. ممكن اشتغل حاجات خمسه سته، ساعات واحده او اثنين. فيعني طب في حد بيساعدك بقى في الافكار؟ يعني بتستشيري حد مثلا؟ طب انا هعمل كذا، هحط لون كذا على كذا، هل ده هيبقى حلو؟ ولا بتعمليه من دماغك وبناء عليه خلاص الناس بتبقى معجبه بيه؟ هو غالبا من دماغي يعني. زي ما شايفه الديزاين بيطلع كده كل مره حاجه مختلفه يعني. طيب ايه اكتر الالوان اللي بتحبي تعملي لها ميكس مع بعض؟ يعني بالنسبه لشخصيه هند يعني. لا، هو انا بحب اجرب كل حاجه. يعني مدام لونين لايقين على بعض او ثلاث الوان لايقين على بعض، ممكن اجرب اي حاجه تمكسيهم مع بعض. يعني ما فيش حاجه معينه بحبها. وكمان في ناس كل واحد بيحب حاجه مختلفه عن الثاني. فيمكن في حاجات انا عاملاها انا مش هلبسها، عارفه، بس في ناس ممكن تحبها. يعني انت بتعملي حاجات بالاوردر، اول ما حاجه بتطلب منك بتعمليها؟ لا العكس، انا بعمل حاجات. بتعملي الحاجه وبعدين الناس بتشوفها. الناس بتشوف. طب بس لو حد طلب منك حاجه ممكن تنفذيها له زي ما هو عايزها؟ ممكن، بس لازم اشوف انها لايقه على بعض. يعني ما ينفعش اعمل حاجه اشوفها في الاخر مش هتطلع حلوه، مش هتبقى ظريفه، فبتقولي له مثلا او بتقولي لها اللون ده مش هيبقى حلو، نجرب ده بدل ده. طيب خلينا نكمل شرح على الاكسسوارز الجميله اللي قدامي دي. هو ده حلق اللي في العلبه؟ اللي في العلبه حلق. طيب قولي لي ده، يعني خلينا نوريه بس للكاميرا كده. ده لونه سيلفر. انا مش شايفه. هو الحلق اللي في العلبه الحمراء دي. الاحمر ده. ما هو ده الشغل البربر اللي بيعملوه يعني بالايد. اوكي. ده في منه احجام مختلفه. اوكي. انت عامله الحجم الكبير صح كده؟ في كبير وفي صغير برضو على حسب الاذواق. في ناس بتحب تلبس حاجات كبيره وفي ناس بتحب حاجات يعني اصغر. اوكي. ففي الاثنين.
طيب خلينا برضو نتكلم عن النيكلس الحمراء دي. ده دي اللي هنا اهي. ايوه دي زي اللي انا لابساها دي بس على احمر. هي عجباني فعلا ملفتة للنظر. هي دي بتتلبس ممكن في المناسبات على اللبس المغربي في الافراح اكتر من يعني حاجه مش كاجوال قوي، مش ما تنفعش ما تمشيش كاجوال. فطبعا ولون الزيركون الاحمر ماشي مع الشريطه الحمراء دي، فعشان كده حطيتهم مع بعض يعني. طيب هند قولي لي دلوقتي سعر الذهب ارتفع جدا، ناس كتير برضو بقت بتعيني عشان تروح تشتري ذهب، هل الاكسسوارز ممكن تغني عنه؟ يعني ممكن اجيب بيس حلوه واقول ان دي مثلا شكلها ذهب وانا رايحه اي مناسبه او اي حاجه؟ ما هو لو تلاحظي يا مروه دلوقتي الناس بقوا بيتجهوا فعلا كتير للاكسسوارز، واللي حابب حاجه كلاسيك او حاجه يعني بتبان انها قيمه قوي جولد بليتد. وحتى التصنيع بتاع الجولد بليتد هو شبيه جدا بالجولد، فطبعا سعره ارخص بكتير وشكله تقريبا شكل يؤدي نفس الغرض، يعني يؤدي نفس الغرض تماما. فتهيالي اليومين دول في اتجاه للحاجتين دول اكتر، يعني اكتر من زمان يعني. اكيد. هند بشكرك جدا على الفقره الجميله دي وعلى الاكسسوارز الحلوه اللي احنا عرضناها، ويعني اكيد ان شاء الله تكوني معانا تاني ان شاء الله. مروه ميرسي قوي. ميرسي. هند سكندي خليفه اكسسوارز ديزاينر. دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم مع مجموعه من الطالبات اللي عاملين بروجكت مهم جدا عن الزواج المبكر، استنونا. عايزين ناخد رايك في موضوع الزواج المبكر، ايه رايك فيه؟ لا 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 وحش. احلى ليه وحش؟ ليه واحده لما تتجوز صغيره كبيره احسن، تعرف مسؤوليه البيت ومسؤوليه الراجل، وتعرف ايه يعني مصلحه، وتشيل نفسها، حتى يبقى شايله نفسها. انت رايك في موضوع الجواز المبكر، يعني البنت تتجوز صغيره في سن مثلا 10 سنين 12 سنه، ايه رايك في الموضوع؟ والله وحش صراحه، لان العيله بتبقى مش مستحمله، تبقى طفله مش مستحمله اي امل. طب انت شفتي مواقف زي كده قبل كده عندكم، مثلا واحده اتجوزت صغيره؟ شفته. ايه اللي حصل؟ ايه المشاكل اللي واجهتها؟ مشاكل كتير يعني. زي ايه مثلا؟ خناقات كتير في بيت جوزها وكده، ومشاكل كتير عشان كمان حل الحاجه عشان اخد يوم. ايه سبب الخناقات؟ ان هي تتجوز صغيره، ليه بيحصل خناقات عندها؟ عشان العيله لسه صغيره، مش ما فهمتش ايه الحياه وما فهمتش ايه الراجل. انت متجوزه كام سنه الاول؟ انا متجوزه وانا عندي 21 سنه. طيب تمام، كبيره يعني يعتبر. طيب واجهتك قبل كده مشاكل، مثلا موقف انت شفتيه في البلد عندكم، بنت اتجوزت صغيره حصل لها مشاكل؟ واتطلقت. قعدت ان هي خلفت طفله واتطلقت، عشان لا هي فاهماه ولا هو فاهمها، لسه صغيره ما تعرفش حاجه عن الجواز. وهو كان عنده كام سنه؟ كان عنده حوالي 25 30 سنه، يعني برضه لسه صغير، برضه ما يعرفش ايه الحياه. قولي لنا انت ايه رايك في موضوع الجواز المبكر للبنات؟ طبعا غلط. انت حصل لك قبل كده شفتي موقف بنت اتجوزت صغيره وحصل لها مشاكل؟ طبعا انا اول واحده انا اتجوزت عندي 15 سنه. 15 سنه؟ انا عندي بناتي دلوقتي، عندهم بنتي الكبيره عندها 24 سنه. طب ايه الحاجات الصعبه اللي واجهتك في موضوع الجواز المبكر ده، بما انك اتجوزتي بدري؟ طبعا البنت ما بتكونش لسه مدركه حكايه الزواج المبكر والكلام دوت، بتشيل مسؤوليه بيت واولاد وهي لسه صغيره، يعني كان عندي 20 سنه ومعايا 3 بنات، فكان طبعا دي مسؤوليه كبيره. ايه رايك في موضوع الزواج المبكر؟ لا انا ما بفضلش الزواج المبكر، لان الانسه او البنت يعني او كده ما بتكونش لسه اتحملت المسؤوليه. يعني من سن كام مثلا يبداوا البنات يتجوزوا؟ يعني من مثلا ان ممكن 20 25، ده ممكن يكون السن المناسب يعني او كده بس، لكن قبل كده طبعا ما بتكونش لسه حتى جسمانيا قويه يعني او كده. ورجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان الجواز المبكر ظاهره منتشره في اوساط كتير، رغم ان الابحاث والدراسات اكدت خطوره الجواز والانجاب المبكر على البنات. النهارده مشرفنا في الاستوديو مجموعه طالبات اختاروا قضيه الزواج المبكر
عشان يناقشوها من خلال دراستهم والبروجكت بتاعهم. منورنا في الاستوديو شيري شلبي. شيري ومنا درويش ازيك يا منا، وكمان ساره بسيوني. طبعا انتم منوريني. بس في البدايه عايزاكم تعرفوا نفسكم بقى. اوكي، يعني قولي لي انت في جامعه ايه و... في امس ايه اخر سنه. اوكي، بنعمل مشروع التخرج بتاعنا هي حمله توعيه ضد الزواج المبكر. احنا خمسه في الجروب، احنا الثلاثه وفي بنتين. اوكي، ميرنا ومريم. اوكي بس. طيب منا، خلينا نبدا بقى بالسؤال. انتوا طبعا انا هسال السؤال ده ليكم كلكم. انتوا بتتكلموا عن الجواز المبكر او بتناقشوا المشكله دي، عايز اعرف رايكم في الجواز بشكل عام الاول. ايه رايكم في فكره الجواز؟ فكره الجواز يعني هو لازم كل واحد، يعني احنا مني لما عملنا حمله توعيه ضد الزواج المبكر ان احنا مش عايزين الناس اللي هو تحت السن القانوني اللي هو تحت 18 سنه ان هم يتجوزوا بدري. فانا انصح ان كل بنت تتجوز بعد ما هي تخلص تعليمها وتتخرج من الجامعه وكده في السن المناسب اللي هو 22 23 سنه، بعد ما تخلص دراستها عشان تبقى ناضجه وتبقى واعيه. احنا كنا لسه فعلا من بدايه الحلقه بنقول ان لازم تكون ناضجه، لازم يكون عندها خبره زياده عشان تعرف تتحمل التجربه. تتحمل مسؤوليه، تتحمل مسؤوليه نفسها. طيب ساره، قولي لي رايك في الجواز. الجواز مشروع اجتماعي لازم يحصل في اي مجتمع في اي بلد، حاجه ربنا برضو امرنا بيها عشان نكمل نص ديننا والكلام ده كله. بس الزواج المبكر هو اللي غلط وهو ده اللي احنا ضده. طب انا عايزه اعرف ايه اللي خلاكم شاري بقى، قولي لي ايه اللي خلاكم تختاروا المشروع ده بالتحديد، خصوصا ان انتوا لسه صغيرين. يعني انا استغربت ان انتوا بتناقشوا موضوع الزواج المبكر. ما هي عشان هي ظاهرة انتشرت في المجتمع الأيام دي ومعدلاتها عمالة تزيد كل شوية. وكمان أضرارها كبيرة جدا. هي ظاهرة كبيرة جدا في المجتمع. احنا من خلال الريسيرش بتاعنا اللي احنا عملناه، الإحصائيات البرسنتج بتاعتها عمالة تزيد كل سنة. دي الحاجة اللي خلتنا ان احنا نعمل حملة توعية ضد الزواج المبكر، خاصة للناس اللي في الطبقة اللي هي السي كلاس، اللي هي الطبقة الفقيرة، اللي ما عندهاش وعي او اللي ما عندهاش نوع من الثقافة، علشان كمان دي حاجة بتأدي بأضرار سلبية من ناحيتهم، يعني سواء الفقر، الجهل، التعليم، كل ده. طيب ساره، خلينا نتكلم اكتر عن الاحصائيات اللي انتوا عملتوها، عايزاكي تكلميني عنها بالتفصيل. لما عملنا احصائيات كتير وكده بالنسبه للزواج المبكر، لقينا ان النسبه بتزيد من زادت من 22 ل 31، وفي اقل من سنه زادت من 31 ل 38 حسب ما انا فاكره. نسبه كبيره جدا جدا، خاصه في مدن الفيوم واسكندريه وبورسعيد كمان. وبورسعيد الحاجات دي طلعناها من سورس كان تبع جريده المصري حاجه كده، والمجلس القومي للمرأة. طيب انتوا عاملين كتاب موجود قدامنا اهو، وعاملين ده عن الزواج المبكر، وعجبني قوي السلوجن بتاعه. اول شعار عيشها سنها ما تكبرش عمرها. ايوه، قولوا لي السلوجن ده مين بقى اللي فكر فيه، او الكتاب ده كمان قعد فيه قد ايه؟ احنا فكرنا في سلوجنز كتير قوي، طلعنا منهم اكتر من حاجه. الدكتور وافقت على ده، لان يعني احنا التارجت اودينس بتاعنا احنا بنتارجت اهالي البنات دي، اهالي السي كلاس اللي هم الطبقه الفقيره، مش بنتارجت البنات نفسها، احنا بنتارجت الاهالي. لان البنت في سن 13 او 12 سنه او 15 مش هي اللي بتقرر هي تتجوز او لا، او تسيب تعليمها او الاهل هم السبب، او الاهل هم اللي بيجبروا اصلا الاطفال اللي هم يسيبوا التعليم ويتجوزوا. هم اللي ممكن هم الاهل اللي هم اللي بيقرروا، هم الاساس، هم اللي بيقرروا. يعني انتوا شايفين ان ظاهره الزواج المبكر دي نتيجه مثلا للجهل، للعادات والتقاليد، للجهل ولا للفقر؟ طبعا هم بيشوفوا ان الجواز ده سبب من اسباب الزواج المبكر. هم اهم سببين، اول حاجه الفقر، ان هم ساعات ان هم مش بيكون معاهم فلوس كافيه ان هم يعرفوا يصرفوا على اولادهم وكده، فعشان كده بيسببوا ان اولادهم يروحوا يتجوزوا بدري. دي حاجه منها الفقر. تاني حاجه هو التعليم، التعليم هم لو متعلمين كويس هو مش هيأدي، هم هيكونوا مقتنعين ان هم ما ينفعش ان هم يجوزوا بنتهم بدري. غير ان هم عادات وتقاليدهم عندهم سيئة، ان هم ايه اللي هي سيئه، اللي هو لدرجه ان باباها ولا مامتها بيكون شايف ان هو كل ما يجوز بنته بدري دي ستره، وكمان هو بيحمي شرفها. فكل ده، وبعد كده كمان ساعات الاب لما بيتزنق في دين هم بقوا عاملينها زي اكنهم بيبيعوا سلعه. يعني باللي هو ببيع بنتي، اللي هو انا عليا دين، طب انا خلاص ممكن اديك بنتي، اللي هو ده سداد الدين. فكل ده غلط. فاحنا عشان كده بنحب ان احنا نوصل المسج دي بالذات للاهالي، ان هم اتجوزوا بدري، ان هم لازم يعرفوا. ان احنا لما نزلنا عملنا كيس ستادي مع ناس، واحده منهم قالت لنا انا لو طلت ان انا اجوز بنتي انا مش هجوزها قبل 30 سنه، اهم حاجه التعليم ثم التعليم ثم التعليم. قالت انا سلاح بنتي او سلاح اي بنت في المجتمع هو التعليم، لان التعليم ده هو الحاجه اللي هتخليها تعرف ازاي تفكر وتعرف ازاي تاخد قرارات في حياتها وكده. فدي حاجه مهمه جدا،
فهو كان من سبب الاسباب اللي هي ان هم كمان بيتحرموا منها هو التعليم. طب هل انتوا ناقشتوا رجال دين في الموضوع ده ولا انتوا اتكلمتوا عنه في الجنرال وخلاص؟ ان انتوا مجرد ناقشتوا شفتوا حاجه ما وصلناش لرجال دين. بس انا يعني عملنا انترفيو مع صحفيين مع دكاتره نفسيين مع اهالي مع بنات اتجوزت بدري. دكاتره نفسيين ايه؟ لا طبعا كانوا ضد الموضوع ده تماما. ضده، ولكن البنت اللي بتتعرض لده وهي زي ما احنا كنا لسه بنقول ان هي مجبره من اهلها تعمل ايه وتتصرف معاهم ازاي خصوصا ان هي مالهاش ايد؟ هي بتلجا للانتحار، بيحصل لها ديبرشن ساعات، وممكن ساعات اللي هي تكون مخنوقه وبتنعزل عن الناس، طفولتها بتضيع. كل ده من الاضرار بتاعته. كل ده من الاضرار. احنا مينلي مش بنتجه للبنت ان هي ازاي تنصح اهلها او ازاي تقنع اهلها، احنا بنتجه احنا التارجت اودينس بتوعنا المين اللي هم الاهالي، هم اللي بيعملوا اولادهم كده، هم لازم ان احنا نوعيهم بحاجه زي دي لان بنتهم ملهاش نظره. طب هل بيستجيبوا بقى ولا بتلاقوا مثلا رفض وانتوا مالكوش دعوه ما تتكلموش؟ في رفض وفي ناس بيستجيبوا. في ناس تقول لك انا اول لما الاقي بنتي يجي لها العريس هقول لها اتفضل وخلاص وجوزها. وفي زي ما قلت لحضرتك ان واحده قالت انا عمري في حياتي ما اتجوز بنتي قبل 30 سنه بعد ما اكون اتخرجت. في ناس ضد وفي ناس مع، فاحنا مينلي يعني بنعمل الحاجه دي ان احنا الناس الضد تبقى اكتر. طب عايزاكم تكلموني اكتر عن مخاطر الزواج المبكر، هل ده حطيتوه او كنتوا عاملينه في الكتاب بتاعكم؟ كان يعني كان عملنا ريسيرش عن الاضرار الزواج المبكر كتير. ايه بقى؟ كان من اهمهم الاضرار النفسيه اللي بتحصل لها والاضرار الصحيه والانتحار طبعا والعزله طبعا بيجي لها اكتئاب والاضرار الصحيه اللي هي الصحيه. اول حاجه هي البنت اللي ما بتتجوز اقل من 20 سنه تبقى اكتر عرضه ان هي يجي لها مرض الاتش اي في اكتر من البنت اللي تتجوز من الايدز، اكتر من البنت الثانيه اللي تتجوز من اكتر من 20 سنه اعلى من 20 سنه. من الاضرار الصحيه برضو ان في احصائيه اتعملت شافوا ان الاطفال بتاعت الامهات اللي هم اقل من 18 سنه لما بيتولدوا بيبقى اكتر عرضه للموت بنسبه 73% من الاطفال اللي بتتولد لامهات في السن الطبيعي بتاعها اللي هم اعلى من 20 او اعلى من 22 او سن الطبيعي. وبرده الاطفال بتبقى وزنها بتبقى مولوده وزنها قليل. طبعا ده بيبقى يعني خطر على الام وخطر كمان على الطفل. كان في برده اسباب نفسيه ان هو من المسؤوليات الكبيره قوي اللي هي بتواجهها، يعني هي من واحده متحمله المسؤوليه اهتماماتها ومذاكرتها ولعبها المره واحده واحده فاتحه بيت عندها مسؤوليه اطفال وتربيه وجوز والكلام ده كله. طبعا المسؤوليات الكبيره دي بتخليها تحس ان هي مش فاشله، مش قادره تتعامل كويس تكمل كويس. فبيجي لها اكتئاب او بتبقاش يعني ساتسفايد قوي مع نفسها. يعني الزواج المبكر بيؤدي للطلاق المبكر او للانتحار المبكر. كمان وفي كمان قصه الطلاق دي بتعمل مشكله اسمها اختلاط الانساب اللي هي ما بتكون متجوزه اندر السن القانوني، يعني السن اللي هو مش قانوني. اوكي ساعتها بيبقى عندها مشكله اللي هي لو هي حامل مش هتعرف تنسب الطفل ده لمين، فبتنسبه لباباها او اخوها، فدي بتحصل مشكله. فما متجوزين ساعتها بقى ما ينفعش فيش عقد على البيبي يعني اسم البيبي على اسم جوزها. بس طيب قولوا لي بقى هل في حالات انتوا طرحينها في الكتاب بتاعكم؟ طبعا كتير. طب عايزين نتكلم عنها بقى، خلينا نبدا بشري. اوكي حالات مثلا يعني اختاري حاله كده وكلميني عنها. هي حاله هي واحده مفروض بس هي كانت اوكي موافقه اللي هي تتجوز بنتها بدري وعايزه مفروض مستنيه اي حد يجي في اي وقت يجي اوكي اي حد هيتقدم لبنتها هتجوزها على طول. هي بنتها لسه عندها اصلا 12 سنه بس اوكي موافقه اللي هي سنه دي صغيره قوي جدا اصلا يعني لسه مش حتى نقول عليها زواج مبكر يعني ايوه هي اوكي مع ده. والبنت نفسها اللي هي تسيب التعليم اللي هي فيه وكل حاجه وتتجه اللي هي تتجوز وعايزه تعيش حياه زي في ناس قدها اصلا متجوزين كده مبسوطه بيه ومبسوطه بحياتهم، شايفاهم بيعملوا ايه، شايفاهم ما بيذاكروش، شايفاهم بيخرجوا، شايفاهم قاعدين مع جوزهم الطريقه عامله ازاي، خارجه من المجتمع اللي هم فيه. فعشان كده هي عايزه تبقى زيهم فمتطلعه عليهم اللي هي لا انا هسيب التعليم مش عايزه اروح المدرسه عايزه بقى اعيش الحياه زي اللي حياتي عايشاها يعني دي حياه حلوه بالنسبه لها. وحاله ثانيه قابلناها نزلنا اتكلم برضو مع ام من الناس اللي اتجوزت بدري قعدت تقول انا كنت بواجه مشاكل جسديه ومشاكل نفسيه ومشاكل اجتماعيه. نفسها بنتي نفسها بتشوف ازاي باباها بيعاملني بيضربني بيهني اللي هو بقى بيعاملني ان انا اكني يعني شغاله عنده مش مراته بس، اللي هو انا بربي له ولاده انا اللي بنضف له البيت انا ده. فعشان كده قالت انا عمري في حياتي ما اسيب تعليمي واغلط نفس الغلط اللي انا غلطته وان انا اضحي بحياه بنتي عشان حاجه زي دي. بنتها نفسها شايفه الماساه اللي مامتها بتعانيها عشان كده هي كمان مقتنعه ان انا عايزه اتعلم وعايزه ادرس واتخرج وعلى مهلي خالص بعديها تروح متجوزه يعني. طب
طب ساره قولي لي بقى، هل في اي حالات قابلتكم ادت لمأساه؟ يعني انت بتقولي لي في ناس بتنتحر، هل في حاله حصلت بعينها قدامكم؟ لا بعينها لا، بس اتحكى لنا على ان هم يعرفوا ناس من كتر ما حست باليأس بان هي مش عارفه تتعامل مع الوضع اللي هي فيه، ان هي يعني ادت لانتحارها. طيب قولوا لي بقى، هل بعد الكتاب لسه هتكملوا وهتستمروا في التوعيه؟ اه طبعا. يعني مش مجرد بروجكت بس للجامعه ويخلص؟ لا لا لا، احنا اول حاجه عملناها ان احنا عملنا ريسيرش وقعدنا دخلنا على الانترنت نطلع معلومات كتيره جدا. احنا بعد ما لقينا الاحصائيات ان كل شويه حاجه بتزيد اللي عماله البرسنتج تعلى، ان عندنا في مصر وزي في بورسعيد وفي اسكندريه وكده البرسنتج عماله تعلى، فقلنا ان احنا نعمل كتاب نوعي بيه، يعني اللي هو ايه، ان هم الناس تبطل تتجوز بدري. تاني حاجه احنا نزلنا وعملنا لقاءات مع ناس كتير متجوزه بدري، وقلنا لهم ان احنا هنعمل ثلاث اعلانات هتنزل في التلفزيون. ونزلنا وقعدنا نقول لهم اكتر من فكره، وهم قالوا لنا اكتر ثلاث افكار ان هي ممكن توصل للناس وممكن اللي هي ممكن يعني تخليهم اللي هي تاثر فيهم يعني. بس بعد كده قلنا لهم ان احنا عاملين ثلاث اعلانات ماشي، هي قايمه على مجرد المقارنه، هو اولا اعلان للتعليم واعلان للطفوله واعلان للصحه، على اساس ان الثلاث حاجات دول لما البنت بتتجوز بدري دول الثلاث حاجات اللي هي بتتحرم منهم، بتاثروا يعني بتاثر. فقايمين على مقارنه بطريقه ايه، اللي هو مقارنه بنت ما بتتجوز تحت السن القانوني حياتها هتبقى عامله ازاي، وبنت ما بتتجوز وهي عندها مثلا 25 سنه اللي هي في السن اللي هو القانوني الصح حياتها عامله ازاي. فدي مقارنه اللي هي زمان لما البنت دي حياتها مثلا صحتها مثلا بتتدمر، ان هي جسمها لسه ما اتكونش فممكن يجي لها نزيف داخلي وتموت وكده، وتشوف مثلا الواحده الثانيه متجوزه والبيبي جه كويس والبيبي جه كويس فتقول اللي هو يا ريتني كنت مكانك يعني. طيب مقررين تعملوا ايه بقى بعد الكتاب؟ حمله التوعيه هتعملوا فيها ان شاء الله. طيب طبعا انا مبسوطه بيكوا جدا جدا جدا، مبسوطه بالثقافه اللي انتوا فيها وبالحماسه وبالاصرار ان انتوا لسه صغيرين وقادرين ان انتوا تعملوا مشروع حلو زي ده يفيد المجتمع كله. طبعا انا بشكر شاري شلبي ومنى درويش وساره بسيوني، نورتوني. مشاهدينا حلقتنا خلصت دلوقتي، يا رب تكون فقراتنا عجبتكم، استنونا بكره في حلقه جديده وعيش صح. باي باي.